إنه لشرف كبير لي أن أكون رئيسا للبلاد، ولكن للدفاع عن الديمقراطية التي هي على المحك، فقد قررت أن أمضي من أجل هذه المهمة المقدسة ومن أجل اتحادنا. الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بكم ويتعلق بأسركم وبمستقبلكم، يتعلق بنحن الشعوب. لا يمكننا أن ننسى هذا الأمر. وقد أوضحت جليا بأن أمريكا باتت في نقطة انعطاف في التاريخ، والقرار الذي سوف نتخذه الآن سوف يقرر مصير البلاد والعالم لعقود آتية. على الأمريكيين أن يختاروا بأن يكونوا تقدميين أو أن يكونوا رجعين، بين الوحدة أو الفرقة، وبين حالة الاتحاد أو حالة الانقسام. وهذا الأمر يقضي علينا أن نتخذ قرارات تعيد لنا الكرامة والكبرياء. في تلك اللحظات يمكنكم أن ترون ما الذي ينظر، كيف ينظر إلينا الأعداء. أنا لن أجيب على هذه الأسئلة، لأنني أعلم أن الشعب الأمريكي يدرك ذلك، وأدرك بأننا أمة عظيمة لأن لدينا شعب عظيم. عندما كنتم قد رشحتموني لتولي هذا المنصب، قمت بإنجاز المهام المنوطة بي. ولأقول لكم الحقيقة أن هناك قضية الديمقراطية لهذه البلاد، وهي قضية يجب أن نحميها. المهمة بالنسبة لي باتت واضحة، لا بد لنا أن نوحد حزبنا في هذا المنعطف، وأعتقد أن قيادتنا في العالم والرؤية لمستقبل أمريكا يمكن أن تتعزز في فترة رئاسية ثانية، لكن ما من شيء أن يقف في طريقنا لتحقيق هذا المجال. ولذلك قررت أن أسلم الراية لنائبة الرئيس. وتعلمون أنه في مر السنوات والخبرات لابد من ظهور أيضا أصوات جديدة، أصوات شابة، وهذا الوقت وذلك المكان هو الآن. في الأشهر الستة المقبلة سوف أركز على عملي كرئيس للبلاد، وسوف أستمر في العمل على دعم كافة أفراد الشعب والأسر وضمان الحقوق المدنية وحقوق الشخصية وحق التصويت وحق الاختيار ومحاربة الراديكالية. وكما قلت أنه ما من مكان في الولايات المتحدة لأي عنف سياسي.